إذن معنا مباشرة السيد مصطفى القنوني رئيس جمعية منتدى البيئة للتنمية والرياضة بمدينة العرائش اللي كتنظم هذا الورش هذا بشراكة مع جمعية متطوعون. يعني بالنسبة للسي مصطفى شنو يمكننا تقول لنا على هذا النشاط اللي قمت به؟ أخوة الكرام، فيما يخص واخا نجيونا لأن تما كاين الكونيكسيون ضعيفة شوية. نعم مارش. اذا كنت كنقول بان هاد الورش البيئي الكبير اللي حنا متعودين على القيام به من حين لاخر، لانه كيشمل واحد المشروع اللي كيتسمى مشروع زيرو ميكا، يعني فوق الارض ديال حديقه النورة ديال المغرب الجديد. وهاد هاد هاد الحديقة يعني نحن نعم سي يعني قلت بأن احنا هذا الورش البيئي اللي هو استمرارية لورشات بيئية اللي قمنا بها، واللي جعلنا بالضبط هذه الآونة هذه باش يعني نديروا الأجراء ديال الأنشطة ديال المحور الثالث. شوية قرب شوية المحور الثالث ديال المشروع. هذا محور الثالث ديال مشروع زيرو ميكا على حديقه. يعني هذا المشروع دابا وصل للمرحله الثالثه ديالو. نعم. شنو يمكن تقول لنا على المراحل الاولى اللي فوقاش بدات و... نعم يعني كيف جات المبادره ديال الاعتناء بهذه الحديقه النورس في المغرب الجديد؟ نعم. اذا سميتو الاول فكره اللي جات وهو ان بعد اطلاعنا على هذه الحديقه ان هذا المشروع ديال هذه الحديقه هذه النورس هي في صلب مشروع ديال الجامعه. لما ان عرفت بان هي في المشروع ديال الجامعه يعني انا بغيت زعما يعني ان نحين هذا المشروع هذا. وفعلا اسست واحد هذه 3 سنوات اسست هذه الجمعيه هذه، وبقيت كنباشر مع المسؤولين. جمعية منتدى البيئه للتنميه، منتدى البيئه للتنميه والرياضه. نعم. إذن هاد حينت هاد أسست هاد الجمعية، وبقيت كندير علاقة مع الجماعة على أساس يعني هدف تحيين ديال هاد المشروع اللي هو صلب المشروع ديال الجماعة، هو بصلب ديال مشروع الجماعة. وفعلا يعني أن لما بديت حسيت بأن كاين واحد تشجيع كبير من طرف الإخوة ومن طرف الساكنة ومن طرف كذا إلى آخره، لأن حديقة شاسعة وكتعطي واحد الجمالية جدا من واحد سميتو، لأن جات هي في الوسط ويعني يعني اللي كيدور بها مجموعة ديال العمارات ومجموعة ديال بغينا في المراحل نعرفوا المراحل السابقة. المراحل السابقة شنو هي يعني البرنامج اللي عملتوه داخل الحديقة؟ نعم. المرحلة الأولى جلبنا الماء، لأن الماء ضروري، الماء يعني دخلنا العداد هذا أولا وقبل كل شيء. بعد ثم حصلنا على الكروكي، التصميم ديالها الأصلي من الجماعة، طلبته باسم الجمعية وحصلت على الكروكي ديالها باش أي نشاط اللي درت فوق هذا ما يكونش غير قانوني. يكون بالإضافة أن درنا واحد لاكاب اللي هي يعني كاف ولا مستودع؟ مستودع ديال الأدوات وكذا إلى آخره. يعني درت طلب عاوتاني ما كانش كاين في التصميم، ولكن طلبته وكذا ووافقوا عليه
ودعموني باللاجور وكذا وبالوسائل نعم الى اخره. وهذا المستودع فاش كتستعملوا؟ هذا هو هذا المستودع جاي منين؟ هذا هو السبب ديالو، ان لا تلاحظوا جميع الحدائق، جميع الحدائق ديال العريش كتلقى ما كاينش مستودع ديال الادوات، وما كتلقاش يعني هناك واحد يعني اللي كيتابع اللي كيدير التتبع الاعمال ديال الحديقه. اذا وهذا هو السبب ديال الحدائق اللي كتندثر وكتكسر وكيتهرسوا الكراسي ديالها وكذا، لان ما كاينش واحد الحارس ديالها. اذا حنا درنا هذاك المستودع على اساس المستقبل مراحل ان شاء الله، المرحله الرابعه ماشي هذه المرحله، على اساس نفكروا بانه يكون واحد الشخص اللي هو حارس تما قيم على الحديقه، قيم على الحديقه، ويكون عنده ديك الجوب في الملكيه ديالو، فيه الادوات فيه كذا، لان ديك الادوات ما يمكنش بان الرئيس ديال الجمعيه غادي يبقى يديهم من الدار ديالو، ولا غيبقى يديهم شي عضو من الاعضاء. اذا هذا منطقي. اذا لذلك هاد لي بيون الاركان الاساسيه دارت في الحديقه، المستودع، عدد ديال الماء، ثم تصميم جلبناه، وبقينا كنديروا الاجراء ديال الانشطه. المرحله الثانيه هي المرحله الثانيه تم فيها المرحله الثانيه تم فيها البافي يعني الرصيف. الرصيف يعني الجليج ديال الحديقه وديك الشيء، ان اللي كتقسم الحديقه نادي هذاك، هذاك هو عباره عن كان مستعمل وكان مساحه تحرير، يعني طلبناه وداك الشيء وعطاوه لنا. ومن بعد يعني ان بقينا كنقلبوا على الممول ديال العامل ديالو، وطبعا هاد البافي كيخصو يكون فوق الكرافيت ويكون فوق الرمال، وهذا كيطلب واحد المال، راه تقريبا راه مبلغ كبير اللي تم ديكشي. كان دعمنا هذا ديال الرمال بحكم انه المكتب ديالو كيقع على الشرفه، وكان هذا طبيعي، يعني ان بما انه هو يشارك في هذه الحلقه، هو من ساكنه الحي، يعني المكتب ديالو، وان كيجيو الناس يتخلصوا تما وكذا وكيجلسوا تما حدا الحي، كان يعني دعمنا من هذا الجانب. اضافه الى الدعم ديال السلطات، يعني الدعم ديال هذه دعم الجماعه العماله من هذه ديال سميتو ديرو، يعني قسم ديال الديرو العماله اللي كيترأسوا السيد الدودي. نعم هو دعمنا بالوسائل الاغراس وكذا وما شابه، وكاينه المجلس البلدي اللي دعمنا بالحقيقه، دعمنا بياش، دعمنا عاوتاني بالاغراس وكذا، ودعمنا بعده وسائل. المرحله دابا انتم كتدخلوا في المرحله الثالثه، يعني المرحله الثالثه واش دخلوا شي شركاء جدادين ولا باقي حافظتوا على نفس؟ هذا هو اللي مهم، يعني المرحله الثالثه جبتنا نتيجه جيده جدا جدا جدا، وهو اننا استطعنا الدخل معنا في هذه المرحله جمعيه متطوعون للخير والتضامن الاجتماعي، نعم، للرئيسه ديال ليلى عبير، انهم يعني في هذه المرحله هذه كنا شركاء في الانشطه هذه. هذا من جهه، ثم يعني كان مقترح دابا جمعيه أمك، المقترح بان جمعيه أمك ومقترح جمعيه اجيال جنان الباشا بان باش يكونوا شركاء، ندير واحد الشراكه ان شاء الله عما قريب. انا وجدت يعني الديباجه ديالها وغادي نعرضوها على هذه الجمعيات كامله، ومرحبا باي جمعيه اخرى بغات اللي تخدم في هذا المجال تنضم لنا، باش ناخذوا المجال البيئي على المجال الواسع في العرائش، ونخدموه ونترافعوا عليه بواحد. وبصفه خاصه لماذا استثمرت تجربتكم يعني في العنايه والمحافظه على يعني التهيئه ديال المنتزهات، خاصه ان الوضعيه ديالها سؤال يعني وجيه، سؤال وجيه يعني على مستوى العنايه والاهتمام بها. شكرا شكرا سي عبد القادر، هذا سؤال وجيه جدا. حدائق المنتزهات، نعم، الفضاءات الخضراء، الفضاءات الخضراء، يعني قلنا بغينا نعطيو حنا النموذج، ماشي النموذج يعني باش هذه النموذج للاستثمار بدون بتواضع، يعني ان لان حنا دابا كنشوفوا جمعيات ديال البيئه كتخدم واحد النشاط، ومن بعد ها هو سيفيني
مثال لابيكا مثلا، لابيكا كل مره كتجي جمعيه كتعمل واحد هادي كتجمع واحد شويه ديال كذا وصافي وكتمشي كتعمل هادي. اذا هل المشكل ديال لابيكا غيبقى قائم اذا ما كانش يعني بواحد يعني تضامن ديال الجمعيات وبواحد الترابع اللي هو يكون قانوني ومنطقي وعلمي والجلوس مع اعلى سلطه نعم. فيما يخص الشطر الثالث يعني ديال الحديقات نورس، يعني شنو هي التفاصيل ديالو؟ هذا هو اللي كنتكلموا عليه. حنا حاولنا نديروا احساس بعدا هاد الحي هذا اللي دونفيرون كما دابا كتشوفوا كاين هنا حنا قرب احساس على بالنسبه كملنا على الحديقه الشطر الثالث. الحديقه الشطر الثالث تم غرسها باكملها بحيث ما كانت جرداء، كانت هذا من جهه من ناحيه الاغراس الجوانب. التفاصيل ديال الشطر الثالث. ايوا الشطر الثالث يعني ان ما تولي خضراء، تولي خضراء ان شاء الله. وبذلك شنو عملتوا فيها؟ حاليا دابا حنا عملنا فيها 50% من داك الشيء اللي هو مبرمج بان قلب الارض تربه واللي كيتكون يعني صالحه للغازون للربيع الاخضر، ولذلك بساط او بساط الاخضر او نعم يعني العشب. وهذا راه كيعرفوه الناس ديال المختصين ديال الفلاحه، ماشي سهل لانك خاصو الارض اولا تقلب باش الغازون باش يمكن يكون يعيش ويكون يلقى حيويه وكذا. هذا من جهه، من جهه اخرى الجوانب ديالها تم الغرس ديال الاغراس اللي يعني دعمتنا بها الرصيف. لا يعني الغرس غرس حواض ديال الاشجار. اي تم أشجار. تم استكمال غرس الاشجار اللي كانت ناقصه. شحال تقريبا غرسوا من الاشجار؟ تقريبا حنا عندنا دابا 70 زودونا بهم المجلس البلدي، مجلس بلدي عطاونا 70 وتغرست كلها. وعندنا كذلك 60 من العمله عاوتاني كذلك تم غرسها، يعني هادو من الجوانب ديال كذا. وفي الوسط عملنا اشجار، في الوسط النويو عملنا واحد النوع ديال الاشجار اللي كان عطاه المياه والغابات عطاته المجلس البلدي، واحد النوع ديال هذيك زوين كيجي ملي كيكبر وديك الشيء خصو غير السقي وكذا. هذا من 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 ناحيه. وباقي لحد الان اعمال متواصله ديال قلب التربه لان راه تقريبا 650 متر طوله اللي هي المساحه ديالها، راه مساحه شاسعه الى اخره، ماشي سهل باش هذه. دابا راه عملنا اتصال بالجامعه، يعني ثم غادي نجيبوا من يعني فيما يخص يعني اشتراك شركاء جدد ومي غنديروا اتفاقيه عاد الصوره غادي تبان. دابا اللي منتظر الرابع، اذا بغيتي نتكلم لك على الشطر الرابع ممكن باختصار ان غادي يتم عمل واحد الشبكه للمياه تحت الارض لكي يكون السقي اوتوماتيكيا. عندنا الدوبي ديالها وعندنا الدوبي بانه مبلغ ماشي كبير، ولكن لحد الان كنبحثوا على الداعم. هذا من ناحيه، يعني لان السقي هو ضروري وحنا قلبنا على السقي بالتقطير عاوتاني كذلك غادي يكون السقي بالتقطير بالنسبه للجوانب والرش بالنسبه للوسط، لان اقتصادا للماء واقتصادا لان حنا كنمشيو. نعم هذا المشروع يعني في الاهميه ديالو هو الحفاظ يعني على عليه بانه يبقى هذا يعني يتحسن الجماليه ديالو يولي فضاء يعني قابل يعني للاستقبال، يعني توفروا فيه مثلا اماكن ديال الاستقبال بحال الكراسي. واش عندكم هذا الشيء في المشروع بالاضافه الى القرايه العنايه ديالو والمحافظه عليه بقيم او قضيه مثلا ديال الهويه ديالو اللي قلنا ان خص يكون مثلا عنده واحد الشاهده لهذ الحديقه مثلا كتعرف بان الحديقه وكتكون واحد الطابلو مثلا كيعرف على المرافق الموجوده في الحديقه والمحتوى اللي هذا باش كي نعم باختصار ان بالنسبه للاسم ديال الحديقه راه سي سليم مشكور هنايا في المغرب الجديد تطوع وكتبنا الاسم ديالها بالمجان كنشكروه من هذا المنبر. ولكن هذا ما كنخليوش غادي نديرو كما قلتي واحد الشهيده اللي تكون يعني ديك الشيء يعني ساتيسفي مجلج ومعدل، وهذا غادي يكون في المرحله
رابعه ان شاء الله. اما بالنسبه للفوائد ديالها ففوائد جمه. المغرب الجديد 123 هكتار اللي موجوده، يعني ان السكينه قوات. دابا وقع التعمير هنا بكثره، كاينه الحديقه المقابله، ان الناس كتزاحم كانها في الحمام يعني، ولذلك هذا غادي يكون واحد متنفس اخر. ومن بعد كما قلت الكراتي راه طبعا كاين واحد الهندسه اللي غادي تكون تما ديال غادي نديروها ديال الكراتي خاصه، هي كاينه كاينه موجوده في التصميم ديال سميتو المجلس الجماعي، ولكن ربما غادي نديروا شي طلب باش نبدلوا الوضعيه ديالها اللي دايرين في المجلس الجماعي، نظرا لان باش ما تكونش مقابله للسكنيات اللي كاين تما. نعم، وهذا اليوم هذا اللي فيه حنا في المغرب الجديد اما في المشوار ديال الجامع ديال الامام مسلم، شنو عندكم في البرنامج ديال اليوم؟ الامام مسلم كان في الظروف ديال كورونا، الظروف ديال كورونا وداك الشيء، جاو واحد مجموعه ديال هنايا العابرين والمتسولين وكذا وكذا، وبقاو كينعسوا هنايا في القضاء، وداروا واحد مخلفات. هذه المخلفات وداك الشيء حنا بالصدد ديالها وبصدد تنوير المكان وعطيوه واحد الدعامه كما كانت عليه قبل سابقا، يعني غادي نديروا له صباغه وغادي نديروا له الجير الاشجار وهذا من جهه، وكاين واحد شي بقعه هنايا كيستغلوها كيسيبوا فيها الازبال وديك الشيء، وهي في المدخل ديال المسجد غنحاولوا نطفوها، لان باش ما تكونش واحد البؤره ديال هذه سميتو. هذا فيما يخص هنايا الاضافه، كنلاحظوا يعني الصباغه ديال الطوار يعني ديال اللي هو التروطوار يعني. نعم كنلاحظوا كذلك يعني عندكم في البرنامج ديالكم الصباغه ديال التروطوار يعني والنظافه ديال والنظافه ديال الحي، هذا هو بالاضافه للحديقه يعني الروتوراج، حيت هذا كيتسمى الشطر الثاني، حنا الشطر الثاني باكمله درنا له احاطه، الشطر الثاني اللي هو هذا الشطر الثاني كيضم الحديقه من هنا المسجد ووراء هذه المنازل اللي هما امام المسجد، هذا هو الشطر الثاني، يعني هذا الشطر الثاني هو اللي عندنا فيه العمل دابا لحد الان، يعني نظرا ما نوسعوش المجال اكثر. نعم، واش باقي شي نقطه فضلتي انك تناولها ما تناولهاش في الحوار؟ في الحقيقه فيما يخص هذه الانشطه انا هذه المرحله وديك الشيء انا قلت كل زعما ما امكن ربما، ولكن النداء ديالي هو ان احنا مقبلين على شراكه مع واحد المجموعه ديال الجمعيات البيئيه اللي هو راغب في الاتصال والخدمه في هذا المجال هذا، وهو ان يتصل بنا وداك الشيء باش، لان غادي نخدموا واحد ستاتيستيك واحد استراتيجيه خاصه باش نهبطوا للمدينه، نمشيوا للمحصحص، نمشيوا للناظور، نمشيوا لاي مكان وننزلوا عند الجمعيات تما ويتعاونوا معنا ونكونوا هذه باش نشروا الثقافه ديال التطوع، يعني ماشي حنا غادي نشروه ولكن معا حنا مي غنتعاونوا، هذيك هي الثقافه ديال التطوع، ونطلب الله يعني نعم. والمساهمه ديال الجمعيه من وجهه نظر ديالك ديال الجمعيه ديال المتطوعين كيفاش المساهمه ديالها؟ الحقيقه المساهمه يعني المساهمه اساسي داخل هذا لا حقا نظرا لان ان الرئيسه ديال جمعيه المتطوعون الخير والتضامن الاجتماعي ان هي من الحي اولا، ثم انها هي فاعله جمعويه، ثم انها استاذه يعني هذه متقاعده، هاد الظروف كلها، وبالاضافه ان الاعضاء ديالهم كاملين هم ناس واعيين وكذا، ان شاركوا معنويا ان في الحقيقه كان حسن جدا، الى يسمحوا لي نعطي هاد الترقيم حسن جدا، من ناحيه بذلوا كل مجهود، ها هي الرئيسه بيدها كتربد العدله وكتصباغ وكدير جميع المسائل، وجميع الاعضاء عاوتاني سميتو راهما كيعملوا المجهود ديالهم، هذا معنوي، وما هو مادي راه حنا كنا شركاء في الخسائر اللي كذا ما استطعنا عليه. نعم، وكنشكروا كل ما دعمنا معنويا، واما من ناحيه الماديه ما دعمنا حتى شي واحد،
لحد الان انا كنقولها هاد الانشطه هذه ما دعمنا حتى شي واحد. كاين دعم اللي كان ديال من ديال الخدامه والعمال وداك الشيء كندعموهم بالاكل وكذا الجيران هذوك اللي كيهما يطلون على سميتو هذا. اما الباقي باش فكان يعني شريك بيننا حنا حامل المشروع منتدى التنميه البيئه والرياضه وجمعيه يعني ان درنا وفي الاستدامه ديال المشروع يعني الافاق ديالو في الغالب كيتم هنا المشروع خصو يكون عنده واحد افاق ديالو في المستقبل شنو كتشوف؟ الحقيقه كنشوف بان ان شاء الله غادي يكون عنده واحد الصدى، غادي يكون عنده واحد الصدى لان علاش؟ غادي نحاولوا ان شاء الله ان جمعيه اللي غادي نديروا معاهم هذه اتفاقيه الشراكه وديك الشيء يكونوا شبيه يعني اما احسن منا او لا كيشبهونا مثلا او فهمتي ما يكونوش بان مثلا الناس اللي هم فيهم حساب وعقاب. وبالاضافه انا كنزيد ونعاود ونكرر هاد الشركاء راه ما كنطلبوش منهم ماده، ما كنطلبوش منهم نقولوا له نديروا نشاط وغادي نقول لهم بان خصهم يدعموا، لا هاد الشركه غتعمل عين من ناحيه تشريعيه من ناحيه ترافع. سمعتي يا سي عبد القادر؟ للخير والتضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي، الجمعيه فوقاش تاسست؟ 2018 يوتنبير 2018. نعم، وكيف جات هذه المبادره ديال الشراكه مع جمعيه منتدى البيئه للتنميه والرياضه بالعرائش؟ بحكم العلاقه ديالنا مع السي القنوني، بحكم العلاقه ديالنا مع السي القنوني وكانت المبادره هذه ثلاث سنين بحكم اننا ايضا سكان الحي. كان هو اللي بادر الاهتمام بالحديقة في إطار زيرو ميكا وبدأت العملية. وطبعا هذه الفكرة هذه ثلاث سنين وهي كتراودوا على أن المشروع البيئي في حديقة النورس ياخذ واحد النفس، إذا اقترح علينا الفكرة ولقانا بأننا مستعدين. تقريبا هذه شي ثلاث شهور كنا درنا واحد الاجتماع مشترك احنا مع جمعية منتدى البيئة والرياضة وطرحنا واحد الكيفية باش غادي نشتغلوا الطريقة والإجراءات اللي خصنا ناخذوها باش ينطلق هذا النشاط البيئي المشترك ما بين هذه الجمعيات. وجات الفكرة بهذا الشكل هذا. نعم، في إطار الشراكة يعني؟ لا، ما كاين شراكة وإنما كان في إطار تعاون بين الجمعيتين. تعاون يعني الآفاق ديال التعاون بالنسبة لكم انتوما يعني يمكن تاخذوا شي يعني مثلا إجراءات اللي هي تنظيمية فيما يخص إطار الترافع أو الشراكة؟ حنا في هذا المجال هذا كنشوفوا بأننا كنشوفوا كاينة جمعية مكتبة عبد الصمد الكلفاوي حتى هو الآخر حاضر معنا، أيضا سي القنوني هو عضو فيها. حنا باغيين نحاولوا نطوروا هذه الفكرة هذه ما تبقاش غير على مستوى الحديقة وإنما ربما تكون أنشطة أخرى اللي هي بيئية على نطاق اوسع، بمعنى تشمل انشطه اخرى بيئيه، ما تبقاش مقتصره غير على هذا النشاط في المغرب الجديد وفي حديقه النورس. هذه هي الافاق وايضا كاينه فكره نتاع تجهيز الحديقه وجعلها كمتنفس الساكنه بالاضاءه، جهزها بالاضاءه بالكراسي باش تكون كواحد المتنفس اللي ممكن يلتجؤوا له الساكنه في حي المغرب الجديد. إذا هذا هو الشيء اللي بغيت نسولك عليه، شنو الإضافة واقتراحات العملية اللي يمكن أنتم يعني كإطار ديال التشاور ويعني هذا الموضوع ديال الحديقة؟ حنا مستقبلا ربما تكون عندنا اتصالات لأن حتى في المجلس البلدي كانوا بداوا لنا الموافقة ديالو، كانوا يعني بداو قالوا لنا الرغبه ديالهم يعني انهم يساعدونا يعني تعبير مبدئي على تعبير مبدئي على المساعده ديالهم اننا ممكن نلتجئ لهم في حاله طلب اي مساعده، ممكن اننا نشوفوا شركاء اللي يدخلوا معنا في هذا المجال ديال تطوير الحديقه. نعم، في اطار ديال البرنامج اللي كنتم في المغرب باعتباركم يعني كتواجدوا في المغرب الجديد يعني شنو هي الاماكن الاخرى اللي يمكن تساهموا انتم فيها في اطار الشراكه او التعاون مع الجمعيات؟ حنا كان عندنا واحد الاتصال مع جمعيات المجتمع المدني اللي كان اقترحها السي سروف وكانت غتكون نهار الحد في هذا
في شاطئ رأس الرمل، على أساس أن غيكون واحد اليوم للبيئة في شاطئ رأس الرمل، ولكن نظرا لظروف تصل بينا واعتذر على أنه سوف يؤجل إلى تاريخ آخر. هذا كنشاط اللي وحنا الآن أيضا كجمعية عندنا واحد المشروع أيضا آخر اللي هو داخل في إطار حماية غابات أولمبيكا، يمكن غنركزوا عليه مستقبلا كبرنامج بيئي، اللجنة البيئية في الجمعية يمكن غتاخذ هذا. إذا أنا سولتك على الحي، لأن أنتم دابا بديتوا يعني بداية في التعاون في التعاون، يعني هذه البداية هذه هو هذا حدود التجارة راه مشروع يعني في استدامة هذا المشروع هذا ديال التهيئة ونوض الفضاءات الخضراء والفضاءات العامة، ممكن نطوروا الأحل يعني بالنسبة لكم فضاءات أخرى ممكن. يعني شنو هو الآفاق ديال الاستدامة ديال هذا المشروع بالنسبة لكم في المستقبل؟ شنو يمكن حنا هادشي اش نقول لك، حنا أي إجراء ما كناخذوش أنا وإنما كيتطرح على المكتب، أي إجراء كيتطرح على المكتب كنناقشوه، وملي كتتم الموافقة بشكل بإجماع عاد كن. دابا مثلا هاد التجربة حنا خدناها، إذا بعد انتهاء التجربة راه غيكون عندنا اجتماع. حنا عادة كنديروا اجتماع شهري كنقيموا الأعمال، كان اجتماع شهري هذا تعودنا عليه منذ تأسيس الجمعية، ولكن مع الظروف نتاع هاد الجائحة يتعذر عقد لقاءات. إذا حنايا غادي نطرحوا الفكرة ونشوفوا، بما أن المبادرة نجحت ممكن أن المكتب، نقول ماشي أنا وإنما المكتب كامل، نطرح الفكرة ونشوفوا شنو الآفاق اللي ممكن نطوروا بها. شكرا للأستاذة ليلى عبيبر، ليلى عبيبر أستاذة ورئيسة الجمعية متطوعون للخير والتضامن الاجتماعي، ونتمنى أن هذه البادرة تكون واحد دافع للتطوع من طرف ساكنة المغرب الجديد وساكنة العرائش بصفة عامة، لأنها تهديف للصالح العام ولمصلحة ساكنة العرائش بصفة عامة.